المقبلتين سيلعبهما في المستوى المنتخب الجزائري، متأكد من هذا. شوف لقطة واحدة، كرة واحدة تسديدة من أروع ما يكون، ما عندك ما تقول فيها يعني، ولا حارس يمكن يمسكها كرة مثل هذه، حطها له في المكان اللي يسكن فيه إبليس. أنت إبليس يا يوسف المساكن، إبليس بالمعنى المجازي، أنك تسجل هدف بهذه الكيفية. فعلا المنتخب الجزائري، كنت نقول بأن الكرة غدارة وعجيبة وغريبة، هي غدارة وغريبة وعجيبة، ونحن لسنا متأسفين على أداء المنتخب الجزائري، ممكن متأسفين على النتيجة لأنها طبعا غير متوقعة. كل واحد حتى من هو